يعد منع التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة من الأمور الجوهرية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الإطار تأتي الجهود التوعوية التي تقوم بها مديرية شرطة محافظة العاصمة. ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار إجراءات وزارة الداخلية لتعزيز التدابير الوقائية المعمول بها، تواصل مديرية شرطة محافظة العاصمة أداء الواجبات المنوطة بها فيما يتعلق بإنفاذ القرار الوزاري بمنع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص، وكذلك مواصلة توعية المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والأمور التي يجب مراعاتها، ومن بين نهاية يكون الخروج من المنزل للضرورة فقط. قمنا بتنفيذ الإجراءات الصادرة عن منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص، وتم نشر جميع الدوريات في عموم محافظة العاصمة لتوعية الجمهور وتثقيفهم، حيث تم توزيع نشرات توعوية بعدة لغات مختلفة، وذلك في الأماكن العامة والسواحل، لحثهم على اتباع الإجراءات للحد من التجمعات لأكثر من 5 أشخاص، كما تم ارشادهم اثناء ممارسه الرياضه ان تكون بشكل فردي او ثنائي مع مراعاه مسافه لا تقل عن متر للحد من انتشار فيروس كورونا. وعند صدور قرار اغلاق المحلات التجاريه امتثل اصحاب المحلات بالامر الصادر بالاغلاق، وكان هناك التزام تام من اصحاب المحلات، ولله الحمد كان هناك تجاوب كبير من المواطنين والمقيمين. وكانت مديرية شرطة العاصمة قد نفذت حملات توعوية باستخدام عدة لغات بهدف توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات وتجنب التجمعات. رسالتي للشباب: اقعد في البيت، عقم باستمرار، اتبع الأوامر والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية وشرطة المجتمع، فعل وسائل الإعلام الخاصة بك في السوشيال ميديا وغيرها لدعم هذه الحملات التوعوية. باختصار، كن جزء من فريق البحرين. مسؤولية الحد من انتشار المرض هي مسؤولية الجميع، وبالأخص أفراد المجتمع. عليهم دائما الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص التباعد الاجتماعي ما بين في الأسرة، بخصوص التجمع على الطرقات وأمام المنازل، بخصوص ترك مسافة لا تقل عن متر ما بين الأفراد في الأسواق. وأشكر جهود شرطة خدمة المجتمع على ما يبذلون لتطبيق وتفعيل هذه التعليمات، وأسأل الله أن يحفظ البحرين وشعبها إن شاء الله. يبقى الوعي والالتزام أساسا قويا لتخطي هذه الأزمة، فالمؤكد أن منع الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية سيكون له القول الفصل في إسدال الستار على هذه الأزمة وتحقيق السلامة العامة.